تحياتي للجميع بفيديو جديد. كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم عبد حناوي الساحر العربي ورجعت لكم بفيديو جديد. مثل ما عم تقرأوا بالعنوان، الفيديو اليوم رح يكون فيديو غريب، لانه كتير 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 عالم منكم عم تعلق لي على كل حساباتي انه كم شدة عندك، بدنا نشوف الشدات اللي انت شاريا طول حياتك، بدنا نشوف مقدار الكروت اللي عندك. فبهذا الفيديو رح بورجيكم الشدات اللي انا مجمعهم وكيف هيك الديزاين مساويهم وكيف حاططهم. فقبل ما نبلش بهذا الفيديو حطوا لايك، واللي ما له مشترك بالقناة يشترك لحتى نوصل ال 20,000. خلينا نساوي حملة ال 20,000. كلياتكم روحوا شيروا فيديوهاتي لرفقاتكم ولاخواتكم ولاهليكم وحطوا لايكات ولا تنسوا تشتركوا. ويلا نبلش. اي قبل ما نبلش اكتبوا لي افكار جديده حابين اني اساويها، مثلا مثل فلوجات او اي شيء ثاني، اكتبوا لي بالكومنتات. سو يا جماعه خلينا نبلش. هلا اول شيء عندي هذا هون هيب حاطط فيه وراء على الشكل الاتي، وهي اللي معلقه بالحيط هي كلياتها فيها كروت. خليني بلش من هون. شوفوا هدول هنن الكروت اللي انا اللي عم جمع فيهم ما يقارب 3 سنين، تمام 3 سنين مو اكثر. كل انواع الكروت اللي انا بحبها اشتريتها وخليتها عندي، وكل الكرتونات والعلب اللي انتم شايفينها مليانه كروت، يعني 3/4 الشدات اللي عندي هي جديده. خليني اورجيكم الانواع لحتى تشوفوهم، واذا حابين كمان تشتروا مثلهم اكتبوا لي على حسابي الانستغرام، رح تلاقوه تحت مكتوب بالدسكريبشن. هي المجموعه الاولى، طبعا هدول الفيزيت كارت تبعي، هذا كرت الشغل تبعي عبد حناوي، هذا اللوجو تبعي، هون ايميلاتي مكتوبه ورا. خليني اورجيكم هلا القسم الثاني، وهون رح نروح على القسم اللي انا كثير بحب هيك مناظر، يعني بحب الشدات تكون فوق بعض لانه بتبين اكثر. شايفين كيف؟ طبعا يا جماعة رب العالمين خالق بكل شخص فينا شيء بيحبه، شغف بيحبه، موهبة بيحبها. فأول شيء الله يرجعنا لشامنا والله يحمينا سوريا اللي بنحبها. حتى هدول الشمعات أنا بحبهم، يعني بيعطوني نوعا ما طاقة. لا يمكنك، لا أحد يمكنه تحطيم أحلامك ساحر. هدول طبعا جاييني هدايا من صفحات شغل. انه خلصت شدات؟ لا 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 لسه، هلا بدنا ننزل على القسم الكبير يا جماعه. اوكي على القسم الكبير. يلا عندي هون هاي الكرتونه فيها يعني جميع انواع الكروت، اكثر من كرت اكثر من نوع. وهلا خلينا ننزل على القسم الاكبر، لسه في قسم اكبر من هذول القسمين اللي هلا انتم شفتوهم بكثير. خلينا نشوف كلياتها. في عندي هاي الكرتونه فيها اكثر من نوع شده، طبعا كل الانواع انا ما خليت نوع الا ما جبته. هون في عندي شدات كمان، وهدول كروتي الجديده، التصاميم الجديده، وهدول التصاميم القديمه. طبعا لسه بحتفظ منهم لحتى يضل ذكرى. جاهزين؟ جاهزين تشوفوا؟ شوفوا هلا هون فردة الشدات والكروت يلي عندي اياها. هي هون روبكس كيوب، وهي ميني بلاين كاردز، هدول كروت صغيرة وهدول كروت كبيرة. شايفين اذا بتشوفوا الحجم، فرق الحجم بيناتهم. وهون بقية الكروت يا جماعة سبحان الله، كل حدا رب العالمين خالق فيه شغف، خالق فيه موهبة، خالق فيه شيء بحبه. فانتوا ما بتتخيلوا قديش انا تعبت لحتى حصلت هاي الكروت، ما بتتخيلوا قديش انا وقت كنت صغير كنت احلم اني اجيب من هدول الانواع اللي هي انواع كتير تقيلة، هدول كلياتها انواع امريكية. ما بتتخيلوا قديش تعبت وانا عم بتدرب 13 سنة واشتغلت كتير لحتى اجيب حقهم واجيب الشغلات اللي انا بحبها. فيا رب هيك الله يرزقكم بكل شيء انتم بتحبوه. وبس خليني ورجيكم ياهن هلا بطريقه جميله اكثر.